القضاء الفرنسي يحكم على الوسيط المصرفي الفرنسي جيروم كارفيال بالسجن لمدة 5 سنوات، منها 3 سنوات تعتبر نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر ب5 مليارات يورو. إدانة الوسيط الفرنسي جاءت إثر قيامه بمضاربات غير قانونية تسببت بخسائر مالية فادحة لمصرف سوسيتي جنرال الفرنسي قدرت بحوالي 5 مليارات يورو في العام 2008. وتولى جيروم كارفيال منصب الوسيط المالي في المصرف الذي تبرأ من موظفه لحظة توجيه التهم له. جيروم نفى التهم الموجهة له مؤكدا عدم مسؤوليته عن الخسائر المالية التي مني بها المصرف، ويوصف جيروم في الأوساط الفرنسية بالعبقري المحتال.